أهلا بكم. وقع عدد من شركاء العملية السياسية في العراق وثيقة سياسية تعهدوا فيها بتنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة التظاهرات المتصاعدة والمستمرة منذ الأول من تشرين أول الماضي، والمطالبة برحيل النخبة الحاكمة كافة. تضمنت هذه الوثيقة تعديل قانون الانتخابات الحالي وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وإجراء تعديل وزاري بعيد عن مفاهيم المحاصصة السياسية. اللجنة المنظمة للتظاهرات اعتبرت هذه الوثيقة محاولات للمراوغة والمماطلة وكسب الوقت من قبل أقطاب العملية السياسية، وهي لن تنطلي على أحد، وأن المنتفضين هم الذين سيقررون الخطوات اللاحقة وليس فاسدي المنطقة الخضراء بحسب بيان اللجنة. وثيقة القوى السياسية وموقف المتظاهرين منها هي ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما تفسير هجوم المتظاهرين العنيف على الوثيقة السياسية التي وقعها عدد من شركاء العملية السياسية في بيت ابن الحكيم؟ ولماذا اعتبرت اللجنة المنظمة للتظاهرات هذه الوثيقة محاولة مكشوفة للمراوغة والمماطلة من قبل شركاء العملية السياسية لا جدية فيها؟ ولماذا يحذر العديد من القوى الوطنية العراقية من الانسياق وراء هذه الألاعيب السياسية؟ لأنها انحناءة مؤقتة أمام العاصفة لالتقاط الأنفاس فقط. ولماذا فشلت قوى العملية السياسية كافة في تقديم رؤية حقيقية برغم خطورة الوضع في العراق واتساع نطاق التظاهرات الشعبية؟ ثم ألا يمكن اعتبار هذه الوثيقة خارطة طريق للتدارك تنطوي على شيء من الجدية مختلفة عما سبقها من حلول ومقاربات المرحلة الماضية؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، مثنى عبد الله، ثامر العلوان. كأنهم خارج دائرة الاتهام، يصدرون أنفسهم كوسيط بين الشعب ورئيس الحكومة الحالية. باسم النظام نهبوا وسرقوا وأفسدوا وارتهنوا للخارج لعقد ونصف، ولما جاء ساعة استيفاء الدين واسترداد الحقوق دفعوا رئيس الحكومة الحالي عادل عبد المهدي إلى الواجهة على أنه المطلوب الوحيد للشعب، وهم ليسوا كذلك. الكتل السياسية في العراق بزعامة أكبر المفسدين كنور المالكي وحيدر العبادي يجتمعون في بيت عمار الحكيم ليرتبوا حيلة جديدة للالتفاف حول مطالب ثورة تشرين، وبأطروحات سياسية تنم عن تجاهل الواقع يتوصلون إلى اتفاق لإمهال حكومة عبد المهدي 45 يوما للقيام بما يسمونه إصلاحات تهدئ مما يسمونها احتجاجات شعبية. الشعب يريد إسقاط النظام. كل ذلك يجري بينما على بعد مئات الأمتار عن الاجتماع ثمة جموع تملأ ساحات التظاهر وتنادي بإسقاط النظام بشكل كامل. كل ذلك جرى بعد أيام من رفض شعبي صريح لمحاولات مقتدى الصدر وهادي العامري القفز من المركب الغارق بتقديمهم مبادرة إقالة الحكومة. تحرك الكتل السياسية يدل على إحساسها بالخطر المحدق بها ووعيها بأن ثورة تشرين هذه المرة نبعت من وعي شعبي سياسي مدرك لحقيقة المشهد في العراق، فحاولت تحوير مطالب المتظاهرين والإهامة في أن بوصلتهم هي حكومة عبد المهدي. لكن ردود فعل المتظاهرين على اتفاق الكتل السياسية تمثل في رفض تام لهذا الاتفاق، ليس من باب تفاصيله بل من باب كليته، إذ إن مطالب المتظاهرين تتلخص بكل وضوح في تغيير شامل لكامل المنظومة السياسية بما فيها المجتمعون في بيت الحكيم، بل لعلهم هم أكثر المطلوب محاكمته من الشعب العراقي، وهم القيادة العملية لحكومة الظل الإيرانية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في
الوثيقة السياسية التي وقعها عدد من شركاء العملية السياسية في بيت ابن الحكيم وموقف المتظاهرين الرافض والعنيف من هذه الوثيقة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا عبر الهاتف الدكتور مثنى عبد الله أيضا الكاتب والباحث السياسي العراقي، وسيكون عبر سكايب معنا منسق القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. دكتور، الوثيقة وقع عدد من شركاء العملية السياسية في بيت ابن الحكيم على أنها خارطة رؤية مقاربة للخروج من هذا الوضع الموجود في العراق. الحقيقة كان هناك مسارعة بهجوم عنيف من قبل المتظاهرين ضد هذه الوثيقة، يعني وصفت بغير الشرف حتى أنه كان هتاف الكل عرف هذه الوثيقة بلا شرف، وأحرقت يعني الحقيقة نسخ منها أيضا في ساحات التظاهرات. لما هذا الهجوم العنيف على هذه الوثيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من قبل المتظاهرين. أستاذ ماجد، ربما بداية السبب الأول للهجوم وبشكل سريع على هذه الوثيقة لأن الثقة كانت مفقودة هي، يعني من البداية هؤلاء خرجوا للتظاهر لأنهم ليس لديهم ثقة بهذه الحكومة ولا بأحزابها ولا بالعملية السياسية، فبالتالي من أول يوم كانت شعاراتهم هي إسقاط الحكومة، إسقاط العملية السياسية، يعني إنهاء الدستور وكل هذه القضايا وتشكيل يعني وزارة الطوارئ تقود البلد وتجري انتخابات مبكرة بعد عام أو أكثر. المهم، فلا ثقة بهذه الأحزاب والقوى التي خرجت ضدها التظاهرات، فبالتالي من البداية هم لا ثقة لهم بكل هؤلاء الذين اجتمعوا ببيت الحكيم. النقطة الثانية أن الوثيقة سميت بوثيقة الشرف، نعم، لذلك قالوا أنها وثيقة بلا شرف، الكل عرف الوثيقة بلا شرف، بلا شرف لأنها سميت وثيقة شرف. وقبلها يعني أهل العراق ليسوا بذاكرة، يعني ذاكرة سمك مثل ما يقال أو ذاكرة يعني مثقوبة، يدركون من عام 2003 لحد الآن هذه القوى نفسها اللي تحكم العراق قدمت من وثائق الشرف الكثير ولكنها لم تلتزم بأي واحدة من هذه. لذلك بيان التظاهرات قال أنه ما ورد في هذه الوثيقة يشكل إهانة لعقول العراقيين جميعا. بالضبط، لأن هذه الذاكرة العراقية وأحداث كثيرة، وعلى الأقل يعني كل القوى تذكر، والقوى المناهضة للاحتلال شاركت في هذا ما جرى في القاهرة في عام 2006 و2005 في نهاية عام 2005 ما يسمى بالمصالحة أو مؤتمر المصالحة اللي رعته الجامعة العربية، وتم الاتفاق على بنود كثيرة في عام 2006 وجرى التوقيع عليها وقالوا سننفذ هذه، ومن ضمنها إعادة النظر بالدستور بشكل كامل وقضايا كثيرة، حتى العملية السياسية يجب تغييرها، الطائفية تنتهي، المحاصصات، كل هذه القضايا، لكن لم ينفذوا بندا واحدا ولم يعيروا اهتمام لهذه القضية. وكذلك في عام 2006 وقعوا وثيقة الشرف في مكة. مكة، نعم. يعني حقن الدماء واحترام الدماء، دماء كل العراقيين، لكن سفكوا الدماء وسنوات طويلة هم يسفكون الدماء لهذه اللحظة، ودماء المتظاهرين كانت من ضمنها من 11 لغاية الآن، من 21 الأول. فبالتالي عندما قرأوا الوثيقة واضح من ديباجتها ومن الأشخاص الذين حضروا من القوى التي تمثلهم، يعني حتى الحكيم عمار الحكيم الذي دعا إلى الاجتماع من أجل الوثيقة وتدارك الموضوع، هو كان يعتبر نفسه معارضة وقال نحن قوى معارضة لهذه الحكومة ولا نقبل، وبالبرلمان جعل نفسه قوى معارضة. بالتالي بين الموالاة والمعارضة هاي اللعبة الغريبة عجيبة اللي يلعبوها، أنت معارضة تجتمع من أجل إنقاذ الحكومة، كيف تعارض الحكومة وتجتمع بوثيقة لإنقاذ الحكومة؟ هذه أيضا الشعب اللي خرج على هذه الحكومة والعملية السياسية، هذه من مفارقات الديمقراطية في العراق. نعم، هذه الغريبة عجيبة. ثانيا، عندما قرأوا بنود هذه وجدوا أنها محاولة لتدوير كل الشعارات التي قالوها من 17 سنة، نفس الشعارات، نفس الوعود التي وعدوا فيها عندما كان المالكي رئيس الوزراء، عندما كان العبادي وقبله الجعفري، نفس الوعود، نفس الكلام،
إعادة تدوير هذه النفايات التي لم يعد الشعب يقبلها. لذلك سميت وثيقة عدم الشرف وأحرقوها، وكانت تستحق هذا الحقيقة. هذا يعني مجمل الصورة التي حصلت في تلك اللحظة. أشكرك دكتور ثامر العلواني. أولا دكتور مرحبا بك، حياك الله أخي الكريم وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا. طبعا بس فقط أشير، نحاول نتواصل مع الدكتور مثنى عبد الله عبر الهاتف ضيفنا الثالث، لكن لحد الآن هناك ربما مشكلة في التواصل معه. دكتور، اللجنة المنظمة للتظاهرات اعتبرت هذه الوثيقة، الوثيقة السياسية اللي وقع عدد من شركاء العملية السياسية، محاولة مفضوحة ومكشوفة للمراوغة والمماطلة واستنساخ لتجارب سابقة، طبعا ذكر جزء منها دكتور رافع الفلاحي، من قبل شركاء العملية السياسية. هناك من يقول أنه الوضع خطير جدا، وبالتالي هذه التحركات، هذه المقاربات أو الرؤى أو هذه الوثائق ربما تختلف هذه المرة، لأن الوضع خطير في العراق جدا فعلا. أخي الكريم، أولا أريد أن أتمن مواقف اللجنة المنظمة للمظاهرات لأنها تواكب الأحداث وتواكب التصريحات، ثم تتخذ موقفا مناسبا لكل تصريح أو موقف حكومي يصدر من الحكومة ومن أحزاب السلطة. المتظاهرون اعتبروا هذه الوثيقة خدعة جديدة ومحاولة فاشلة لكسب الوقت المراهنة على ملل المتظاهرين وإدخال اليأس في قلوبهم، ومن ثم إنهاء التظاهرات وإبقاء الوضع على ما كانت عليه قبل 1 تشرين، قبل بداية الانتفاضة. لكن قبل أن ندخل في تفسير موقف المتظاهرين من هذه الوثيقة وهجومهم على هذه الورقة والموقعين عليها، لابد أن نبين أن مطالب المتظاهرين كانت واضحة وصريحة وعامة، والكل ينادي بها، صغير كبير، مثقف عامي، طالب، أستاذ جامعي، باحث، الكل متفق على إسقاط النظام المبني على المحافظة الطائفية، من حكومة، من برلمان، من رئاسة الجمهورية، من دستور. وأيضا كانت الصيحات من المتظاهرين عالية تقول عليكم إيقاف التغول الإيراني وتدخل السافر في الشأن العراقي. طبعا الشعب العراقي منذ 16 سنة هو ينتظر حل لهذا الوضع المزري بالعراق، لا بيئة صحية متوفرة بالعراق، لا تعليم موجود يمكن الاعتماد عليه، لا يوجد اقتصاد في العراق، ولا أي شيء ينفع الشعب العراقي يمكن أن نقول أنه متوفر وموجود في العراق. أبدا لا يوجد أي شيء. بالنسبة للفرصة التي منحها الموقعون على هذه الوثيقة 45 يوم، الشعب العراقي يعطى 16 سنة لمحاولة الإصلاح والخروج من النفق المظلم الذي دخل به العراقيون منذ 2003 إلى هذه اللحظة، لكن بعد مرور هذا الوقت لم يرى العراقيون شيئا يتحقق. فإذا الشعب العراقي لم يبقي وسيلة، لم يتخذها لأجل إصلاح الوضع في العراق، لكنه هذه المرة خرج لإسقاط هذه المنظومة الفاسدة بعد الصبر الكبير الذي صبر عليه العراقيون. فيما يخص المراوغة والمماطلة للحكومة، السبب أن هذه الحكومة والأحزاب وكل من دخل العملية السياسية أثبتوا للشعب العراقي أنهم أحزاب فاسدة تمتهن الكذب وسيلة للوصول للغايات المضرة بالشعب العراقي، وهي غايات فقط نافعة لهذه الأحزاب ولهذه الشخصيات. أول المراوغة بدأت من تقسيم الأدوار بين البرلمان وبين الحكومة، كل جهة عليها واجبات لابد أن تنفذها. هذا سيأخذ وقت طويل من بالنسبة للمتظاهرين إذا صبروا على هذا الأمر، لكن المتظاهرين ردوا بالرفض المطلق على هذه الكذبة. إذا جئنا إلى المطالب أو وثيقة الشرف، بعض بنودها وثيقة الشرف، منها هذه الوثيقة التي ذكروها أنه الوصول إلى الحقيقة التي أدت إلى مقتل المتظاهرين ومن المسؤول على قتل المتظاهرين. أي وثيقة هذه؟ أليس من واجب الحكومة بعد شهرين تقريبا على قتل مئات المتظاهرين وسفك دمائهم واستخدام القوة المفرطة لقتل المتظاهرين، أليس واجب الحكومة أن تقدم الظالم والجاني والقاتل للمحكمة؟ لماذا ينتظرون وثيقة الشرف؟
لماذا تنتظر الحكومة هذا الاتفاق؟ فإذا الوثيقة من أصلها هي غير صحيحة وهي فاسدة، وهي في إطار فقط كسب الوقت وإعادة تدوير الفاسدين من جديد وإرجاع الأمر إلى ما قبل 1 تشرين واستمرار الفاسدين على ما هم عليه في الاستمرار في السلطة ونهب أموال الشعب العراقي. نعم طبعا ما زلنا نحاول نتواصل مع ضيفنا الآخر دكتور مثنى عبد الله لحد هذه اللحظة. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يقول أن هذه بعض شركاء العملية السياسية والقوى السياسية التي تداعت لتوقيع هذه الوثيقة على اعتبار أنها خارطة طريق للإصلاح أو عتبة للإصلاح، لأن الوضع خطير جدا، وبالتالي هذه خطوة الحقيقة خطوة مختلفة عما سبق لأنه الوضع خطير. إن لم تكن خارطة طريق كاملة فعلى الأقل تستحق أن تمنح وقت لتكون بداية أو عتبة عملية الإصلاح أو التقويم. يعني أليس في هذه الوثيقة ما يستحق أن يعطى الفرصة أن يدعم؟ الأستاذ ماجد، هي ليس المهم الوثيقة، لكن المهم اللي نظره إلى المتظاهرين هو من كتب هذه الوثيقة، من قدم هذه الوثيقة، هم خرجوا ضد من قدم هذه الوثيقة. لكن دكتور هناك إذا اسمح لي، لكن هذه الوثيقة تضمنت أول أعطت 45 يوم للحكومة للبدء بالإصلاحات، هناك وعود كبيرة بتعديل قانون الانتخابات، بتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، تعديل وزاري واسع بعيد عن المحاصصة الطائفية، وهذه كانت مطالب الرأي العام في العراق من 2003 إلى اليوم. الآن هناك وعود بتنفيذها بالسير بهذا الاتجاه. لا أبدا، القضية هو لا يريدون أن يقدموا أي تنازل للمتظاهرين، وهناك إصرار وقرار على أن لا يقدموا شيئا لهؤلاء المتظاهرين، للشعب العراقي لا يقدموا شيئا. هذه العملية مجرد عملية محاولة كسب وقت ليس أكثر، وبالتالي هو الأساس في هذا الموضوع، يعني هي الفكرة الأساس في هذا الموضوع، أنه كل المتظاهرين لديهم قناعة كاملة أنه هذه الفئة الحكومة والعملية السياسية وأحزابها، وكانوا يهتفون هذا، يعني العراق بلا أحزاب، لا يريدون الأحزاب، يريدون يسقطون كل الأحزاب. كل هذه الأحزاب وكل هذه القوى والحكومة معها هؤلاء أدوات للهدم، أدوات للتخريب، أيديهم ملطخة بالدماء، أيديهم ملطخة بالفساد، سرقوا أموال العراق، تخريب، دمار، مشاريع وهمية، ظلموا المواطن، رهنوا إرادة البلد للأجنبي، لا سيادة لا استقلال. كيف يمكن أن يثقوا بناس ويقدمون لهم وثيقهم بهذه الأخلاق، بهذه التصرفات، بهذا الإطار الخرب؟ لا يمكن. مهما كانت تحوي الوثيقة فهي مجرد محاولة لكسب الوقت. هذه هي القناعة الأساسية، رغم أنه عندما تقرأ الوثيقة ستجد بها محاولة للعب، وهذه أثبتتها، يعني حتى لو يعني أعطوا وقت لم يحرقوها بعد ساعة أو ساعتين، لو بقيت أسبوع نفس العملية. أنت لديك جزء كبير من كتبها هو خارج حساباتك لا يمكن الوثوق به، وكل بنود الوثيقة تدلل على أنهم ذاهبون إلى البقاء، إبقاء الحكومة، إبقاء العملية السياسية، كله الدفاع عن العملية السياسية، أن تبقى العملية السياسية بإطارها المحاصصي، وأنت تأتي. ألم يقولوا سابقا أننا يعني عادل عبد المهدي قال أنه أي وزراء عنده تكنقراط وقلص الوزارات، ما الذي حصل؟ ما هو نفس الفساد ونفس نفس الخراب. يعني حتى وزير النفط يتحدث ذاك اليوم يقول أنا من التكنقراط، وماذا يعني إذا أنت من التكنقراط؟ ما الذي غيرته في السياسة النفطية والاقتصادية في البلد؟ يعني ما الذي غيرته؟ شركات وعقود، عقود للشركات الأجنبية، ورهنت نفط العراق إلى شركات أجنبية إلى ما شاء الله 40 و50 سنة و100 سنة، ورهنت نفط العراق وشعب العراق يجوع يوميا وذاهب إلى الخراب، والأموال اللي تجي تذهب إلى الفساد. نفس القضية، يعني ماذا اللي يعني ماذا تفعلون؟ وين الخبرات العراقية؟ وين شركات نفط الجنوب ونفط الشمال؟ وينها هاي الشركات اللي كانت العراق أسسها بدماء وأسسها بخبرات من أرقى الخبرات؟ وين راحت هذه كلها؟ كلها يعني أنهيتوها وفككتوها وجئتوا بالشركات الأجنبية لكي تعطوها عقود التراخيص وليذهب العراق إلى الجحيم. هذا هو التصرف. شنو تكنقراط؟ تكنقراط حتى لو كان، لم يأتي وزير الصحة وقالوا تكنقراط؟ نعم. اضطر بعدين شو يسوي؟
استقيل، قدم استقالته لأنه لا يستطيع أن يعمل. قالوا له اذهب لمشاهدة مستشفيات، مستشفى الفلاني عدد الأسرة بها 400 سرير، راح لم يجد المستشفى. واصل بهم مرحلة لهذه الدرجة، مستشفيات اثنين ذهب لم يجدها على الأرض، موجودة في أوراق ومشار إليها ولم يجدها، وبالتالي قدم استقالته. للأدوية فاسدة، المستشفيات منتهية خربة، لا يستطيع أن يقدم شيئا، واحترم نفسه واستقال، وهو من البداية كان لازم يقبل بهذه بيدخل فيه شيء حكومة. وبالتالي هذا الموضوع، أنت تأتي الآن حكومة راح نبدل من عندها وزراء وراح نسوي مو محاصصة، نفس القضية. الإطار يدعوك إلى الفساد، الإطار فاسد، الإطار خرب، يدعو إلى المحاصصة والخراب والفساد والطائفية. كيف يمكن أن تنعش الحياة في داخل هكذا إطار؟ البيئة والمناخ والتربة التي فيها هذه العملية السياسية لا يمكن أن تنتج شيئا. وهذه يعني كل المنتفضين، كل ذول الثوار الشباب الذين خرجوا وصلوا إلى هذه القناعة، وصلوا إلى هذه القناعة. نعم. فبالتالي هذه الوثيقة لا تعني شيئا، ولذلك سموها وثيقة عدم الشرف حقيقة، لأنه ليس فيها شرف، محاولة للضحك على الناس، للتمويه، للتضليل، لم تنجح ولن تنجح، هذه هي الحقيقة. نعم. دكتور ثامر العلواني، في الخطبة الأخيرة للمرجعية تحدثت في فقرة، قالت إذا استمر سفك الدماء في العراق فإن هذا مما سيوهن الحكم وربما سيذهبه إلى آخرين. هذا الخطاب أو بهذه النبرة الطائفية للمرجعية إلى ما تؤشر؟ هل تؤشر إلى أن الطبقة السياسية التي غطاءها المرجعية، الغطاء طبعا الديني لها يعني تجهزها بالفتاوى، هل في وضع ضعف، في وضع قوة، الخطر داهم وكبير، ولذلك الحكي كما يقال الآن يعني بالمكشوف؟ أخي الكريم، طبعا خطوة المرجعية في النجف واجهها المتظاهرون، أيضا لجنة المنظمة للمظاهرات أصدرت بيان في هذا الأمر، وكان بيان واضح جدا من موقف المرجعية، كان قد أشار إلى أن المرجعية في وضعها الحالي وفي تكرارها لما يقول السياسيون وحصر الإصلاح في قضية أنه قانون انتخابات وقانون مفوضية الانتخابات، هذا كان سيء جدا بالنسبة للمرجعية أمام الناس، لأنها وصفت، لأصبح الشعب العراقي يوصف المرجعية كأنها واجهة للعملية السياسية ومدافعة عنها. طبعا التصريح الأخير كان بامتياز، هو يمكن أن نجعله بين قوسين طائفي، لأنه كان يحرض على الطائفية، وهذا كان سيء جدا، لأن المرجعية كان من الواجب عليها أنها كما ادعت سابقا أنها تقول أنها تجمع العراقيين جميعا ولا تفرق بين عراقي وآخر وبين طائفة وأخرى، ولكن للأسف كان الخطاب الأخير فيه إشارة إلى طائفية بامتياز، وهذا يجعلها في موقف محرج. كان الأولى بها أن تقف مع المتظاهرين وأن تندد بالأفعال التي قامت بها الحكومة تجاه المتظاهرين. طبعا المتحدث باسم المرجعية أيضا قال كلاما منذ جمعة سابقة بأنها طالبت الحكومة الحالية وطالبت الأحزاب السياسية أن تستجيب لبعض مطالب المتظاهرين تحت ظل الدستور، وهذا لم يقله المتظاهرون، هذا افتراء على المتظاهرين. المتظاهرون كانت مطالبهم واضحة في إسقاط العملية السياسية، لكن المرجعية حاولت أن تختزل مطالب المتظاهرين بأنها قانون مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات. أمر آخر أن المرجعية كان عليها أن تطالب بما طالبت فيه سابقا، أين نتائج التحقيقات التي ذهب ضحيتها مئات المواطنين من المتظاهرين؟ هي قالت يجب أن يقدم المجرمون إلى العدالة، المرجعية تركت هذا الأمر ولم تطالب بالنتائج الحقيقية. إذن المرجعية في وضعها الحالي هي وجه آخر من وجوه الحكومة والعملية السياسية المدافعة عنها، وهذا يجعلها في موقف لا تقصد عليه.
أشكرك. إذن مشاهدين الكرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير، والذي سنشاهد فيه ونتابع عدد من المتظاهرين في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار ورأيهم وموقفهم من هذه الوثيقة التي وقعها عدد من شركاء العملية السياسية في بيت عمار الحكيم. بعد المتابعة نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار. أظهروها على الشعب العراقي غير مجزية، وإنما يعني مجرد مغذي يعطونها للشعب، ونفس الوجوه يعني ما راح تغير أي شيء. نحن لا نريد يعني بتغيير وهمي، باعتبار وهمي، مجرد وثيقة توقيع بينهم يعني بين السياسيين. نحن نريد تغيير جذري، تغيير كامل، النظام بأكمله يتغير. الوثيقة ما تمثل الشعب العراقي أصلاً، مو قريبة على الشعب العراقي. هاي الوثيقة يردونها هم على رأيهم. إحنا نقول نطالب بإسقاط الحكومة والبرلمان وهاي الأحزاب كلها طرد. هذا المطلب الوحيد من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بالعراق. هذه 45 يعتبر ضحك على الذقون، ولكن لا تنطلي على شعبنا وشبابنا. نعم يجوز إحنا الكبار يجوز خدرونا وشدونا مغذي كم سنة من السنين وعبرت. هذا الشعب الثائر وبالذات الشباب لا ينطلي. 45 يوم هي تخدير أعصاب لحين سحب المتظاهرين وسحب الشيوخ اللي سووا لهم دعوات، عادل عبد المهدي وغيره من بعض الشيوخ المرتزقة الذي باعوا ضمائرهم وراحوا للخضراء واستلموا الأغلبية كم دينار باع ضميره. فهاي جلستهم 45 يوم ما تنطلي على الشعب العراقي ولا تسوي أي شيء. وبعدين 45 اللي هسه أنتم تحدثتوا عليها، أنتم وين كنتوا؟ وين كنتوا؟ وين كنتوا؟ دمرتونا 17 سنة الشباب عطالة بطالة. 16 سنة ما قدموا شيء، يعني هاي 16 سنة خلصت هيك؟ ما كنتوا تدرون يعني هسه 45 يخلصن كلن؟ يعني انت 16 سنه مكمل بين ذني، كمل هم على كيف. الشعب العراقي من 2003 لحد الان ماكو شيء صح، هسه تريد تسوي كله صح. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في هذه الحلقه التي تبحث في الوثيقه السياسيه التي وقعها عدد من شركاء العمليه السياسيه وموقف المتظاهرين من هذه الوثيقه. ضيف الطاوله الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وايضا معنا عبر سكايب منسق القسم السياسي في هيئه علماء المسلمين الدكتور ثامر العلواني. كان من المفروض ان يكون معنا دكتور مثنى عبد الله كاتب والباحث السياسي، ربما سوء الاتصالات حاله دون ان يكون معنا في هذه الحلقه، مع ذلك ننتظر بل يلتحق بنا. دكتور، موقف المتظاهرين عنيف وشديد من هذه الوثيقه، فعلا هناك انعدام ثقه بالكامل، ويبدو أن هناك وعي سياسي يتقدم حتى على الطبقة السياسية وخطابها، وعلى أيضا من يدعمها يعني، ومنها طبعا المرجعية التي تغطي هذه الطبقة يعني بتغطيها دينيا أو شرعيا. يعني أستاذ ماجد، إذا سمح لي قبل يعني ما أعلق عن ما سمعته من الناس في يعني مدينة الناصرية. نعم. أريد أن أقول في قضية مرجعية النجف والخطاب اللي يعني قبل قليل كان الدكتور ثامر يتحدث عنه، أريد أن أضيف شيئا. يعني المرجعية سبق وأن خرجت وقالت أنه هناك دماء لمتظاهرين ويجب أن تقدموا من سفك هذه الدماء. نعم. إلى العدالة. نعم. إذن المرجعية تعرف أن هناك سفك للدماء، بالتالي عندما تحدث يوم أمس عندما تحدث ممثل المرجعية وقال يعني لا تسفكون الدم، يعني زيادة في الدم، لا تسفكون زيادة في الدم، لأنه يعني هذا قد يؤدي إلى زوال الحكم منكم ويأخذوا غيركم. نعم. بغض النظر إن كان طائف، حتى لو يعني شلنا عنه، رفعنا عنه تهمة الطائفية، بغض النظر عن الجهة التي قد يؤول لها الحكم. لا. نعم. بغض النظر. نعم. إن كان سيقصد السنة. نعم. أريد أن أتكلم بشكل واضح. نعم. يعني حتى لأن الأمور الآن يعني حتى لو كان لا يقصد السنة، لا تذهب للسنة، لكن من يقصد الطرف الثاني؟ نعم. متظاهرين. نعم. هؤلاء الذين ستؤول إليهم. إذن المرجعية ليست مع المتظاهرين، لا تريد للمتظاهرين أن يحكموا العراق. هؤلاء بأفكارهم الطيبة، بالفكر الوطني، بالفكر العابر للطائفية، برفضهم للفساد والخراب والتدمير، هؤلاء مرفوضين. إذن المرجعية، مرجعية النجف،
صارت تعلن بشكل واضح أنها من القوى الناعمة التي بيد العملية السياسية. يعني هي حتى ليست على الحياد. أبداً أبداً، هي قوى ناعمة لكن ليست على الحياد. الكلام كان كلام سياسي ليس كلاماً دينياً، وهي مرجعية دينية عليها أن تتحدث عن قدسية الدم، لأن هذا الدم وهذا يحرم الدين، يعني لا يمكن القبول به. فأنت تدعو الفاسدين اللي هي قالت المرجعية أنهم ذولا فاسدين، نعم، مخربين، سباطع، ما قدموا شيء، ونحن مع قبل البيان السابق منه قالت نحن مع الشعب اللي خرج وحقوقه ومشروعه ومطالبات مشروعه وشعاراته. طيب هم خرجوا ضد الفاسدين وأنتم تقولون أنه ذولا فاسدين. طيب أنت تدعو الفاسدين لكي يصلحوا أشياء وليس فيكوا دم زيادة، إذن هم سفكوا الدم وأنت تغطي على الدم، وهذا الدم لا يمكن تغطيته، وأنت رجل دين وأنت مرجعية دينية، أنت ليس مرجعية سياسية. وإذا كنت تتحدث كمرجعية سياسية إذن أنت خرجت من هذه المرجعية، صرت مرجعية سياسية. والمرجعية السياسية هذا طبعا هذا ليس اتهاما، هذا تفسير للكلام، هذا توصيف، يعني توصيف للحال، هذا اللي جرى، هذا الكلام. أنت في هذا التوصيف أنت تريد أن تكون قوة ناعمة تدافع عن العملية السياسية، تدافع عن الحاكمين، تدافع عن العملية السياسية. فمثلما هناك قوة ناعمة حاولت الدخول إلى ساحة التظاهرات واللعب بها بحجة أنها مع المتظاهرين، لكن تهتف هتافات أخرى كقوة ناعمة يمكن أن تفتت التظاهرات، هكذا يتصورون. إذن القوة الناعمة الأخرى هي مرجعية النجف التي تتصرف بهذا الشكل. هم وضعوا نفسهم في هذه الزاوية، في هذا الحكم الغريب عجيب. إما أن تكون مرجعية دينية ويجب أن تقول لنا، لأن شرعا حرام أن تتجاوز على الدم، يجب أن تقول أن ذولا سفكوا الدم وعليهم أن يقدموا للمحاكم وخلص، وأنت مع الشعب اللي مسفوك دمه ومهدور حقوقه ومسروق و17 سنة لم يقدموا له شيء، بطالة وخراب وأمراض ودمار وضياع للهوية وتفتيت للهوية ومطية للآخرين ولا سيادة ولا استقلال، والشعب طلع. أنت مع الشعب لو مع الحكومة؟ هو هذا السؤال. فأنت بهذا الكلام تريد أن تقول بشكل واضح أنا مع الحكومة وخايف على الحكومة، ليذهب الحكم إلى غيركم. من هم غيرهم؟ إذا كانوا السنة فهم السنة، أنتم مرجعية دينية والسنة هم عراقيين أهل بلد. إذا كان هي الغريبة أن أنت تبحث عن سني وشيعي وكردي وعربي، أنت تبحث عن قيمة وطنية، تبحث عن شخص وطني، عن مجموعة وطنية هي من تحكم وتخلص العراق من هذه المصيبة الكبيرة والكارثة الكبيرة. أم تبحث أنت تختار مذهبه لأنه مذهبه، ما أنت 17 سنة رجحت المذهبية وماذا حصل؟ ماذا حصل؟ ما هم أبناء المذهب خرجوا عليه. نعم نعم. ما هي هاي القضية؟ عن ماذا تتحدثون؟ يعني يوقعون نفسهم بمطبات كبيرة وانكشفوا، الكل الأقنعة تسقط. هذه المطبات أمام هذا الوعي الذي شاهدنا عينا. وعي عالي جدا. نعم. الآن من يتحدثون في الناصرية، نعم، يريدنا يعطينا مهلة 45 يوم. أما المالكي قبلها طلب 100 يوم. ميت يوم. نعم. وش سوى؟ ضرب الناس بالحديد ودمر المدن وزادت البطالة وزاد الخراب وزاد النهب وزاد ارتهان العراق اقتصادا وسياسة للخارج. يعني العراق بلد مستهلك، تحولوا شعبه إلى ناس متسكعين، يخلص كلية ويقعد على الرصيف، هذا الشاطر منهم واللي قادر واللي مدعوم يفتح له تشمبر. أما إذا يريد يتوظف فيدفع عشرات الآلاف من الدولارات لناس مرتشين وناس مقاولين لكي يوظفوه في أي دائرة، وكي يدفع رواتبه لمدة 5 سنوات مقدماً لكي بعدها يحصل على راتب ممكن يعينه يبني حياته ويتزوج ويأسس أسرة أو يدز أبوه للمستشفى يداوي عيون أمه يبني لهم غرفة ما أعرف شنو يلقى له قطعة أرض. نعم. هذه الكارثة. فبالتالي أنت تعطيهم مهلة لماذا؟ ما 17 سنة المهلة أمامهم، كانوا يتحدثون إنه إحنا أحسن نظام، إحنا نظام ديمقراطي، والديمقراطية مالتهم واضح كانت بالشارع، شلون واجهوا الناس بالرصاص والحديد، واجهوا من كل التظاهرات، لكن في هذه التظاهرات واضح وقتلوا 600-700 شاب من أجمل الشباب وأصغرهم سنا، قتلوهم مثل العصافير، مثل ما قتلوا العصافير وسقطوا ولا يعني ولا تموا لهذه الدماء،
وضربوهم بالغازات والقنابل المسيلة للدموع. وما زال القتل مستمرا. والقتل مستمرا. نعم. فبالتالي حقوق الإنسان، الديمقراطية، الحرية، كلها كذبات كبيرة. وبالتالي هم مجموعة من الفاسدين. نعم. يحاولون تدوير نفسهم والبقاء، قسم يتقدمون وقسم يتراجعون، وتبقى العملية السياسية مثل ما هي. على ذكر التدوير، والمرجعية الدينية تدافع عنها، كيف هذا؟ كما دافعت من قبل. هذا الغريب يعني. دكتور ثامر العلواني، يعني هذه القوى العملية السياسية على الرغم من كل ما تحظى به من دعم وإمكانيات في البلد، مع كل هزة، مع كل زلزال يعتري أو يصيب العراق، تفشل في تقديم رؤية أو مقاربة سياسية كما هو الحال في هذه الأزمة الكبيرة، هذا الزلزال الكبير بهذه التظاهرات، ثورة تشرين، انتفاضة تشرين، وهي طبعا تتوسع وتتمدد أفقيا وعموديا. مع ذلك أيضا هذه القوى العملية السياسية تفشل في تقديم رؤية وتهرول إلى الوسيلة الأسهل، القمع، البطش، التضليل، الشيطنة، الاتهامات لخصومهم، لمناوئيهم، طبعا سواء كانت قوى سياسية أو متظاهرين في الشارع. لماذا هذا الفشل، متلازمة الفشل، هذا الفشل المزمن؟ أخي الكريم، قبل ما أجاوبك عن هذا الأمر، ما دام احنا نتكلم عن الوثيقة التي قدمها السياسيون، نريد أن نثبت أن هذه الوثيقة هي محض فرية وكذبة لا واقع لها على الأرض، ولا يمكن أن تقدم هذه الحكومة أو الأحزاب السياسية على الإيفاء بها، حتى وإن كانت هي لا تلامس مطالب المتظاهرين. الدليل على ذلك أنهم اتفقوا على تقديم قتلة المتظاهرين، واتفقوا على الكشف عن الذين يمارسون الاختطاف والتغييب القسري منذ بداية تشرين وإلى هذه اللحظة. طيب، هذه طبعا لا تحتاج لاتفاق سياسي كما ذكر سابقا. هناك لجنة شكلت قبل شهر ونصف تقريبا، وبينت بعض جزء بسيط من الحقائق ثم موهت الحقائق الأخرى، لكن النتائج هذه اللجنة لم نرى منها نتائج إلى هذه اللحظة. إلى هذا اليوم وإلى هذه اللحظة التي نتكلم فيها، هناك أدلة واقعة من الأرض وشواهد حقيقية تدل على أنهم كاذبون. هدف الأحزاب السياسية هو قمع التظاهرات بأي وسيلة وكسب الوقت. لكن قبل يوم أمس استخدمت القوات الحكومية خطف بعض الناشطين وتم قتلهم. هناك ثلاث حالات تم قتل اثنين من الناشطين، وشخص واحد من الناشطين أنقذه الله من الموت، وكان أيضا قد حاولوا قتله لكن الله قد خلصه من الموت. فإذا هم يتفقون في العلن على أشياء ويعملون أشياء أخرى، فيمارسون القتل والاعتقال للناشطين والمتظاهرين، وحالة القتل والاختفاء القسري لم تتوقف إلى حد هذه اللحظة. اليوم وعد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، رئيس الحكومة الحالي، أنه لم يستخدم العنف ضد المتظاهرين، وعد نائب رئيس الأمريكي. لكن اليوم تم قتل شخص متظاهر واستخدمت القوة المفرطة من أجل وقت هذه الانتفاضة. الأحزاب السياسية التابعة للعملية السياسية المبنية على المحاصصة الطائفية والحزبية هي أولا لا تريد تقديم رؤية حقيقية، لأنها ستكنس خارج المعادلة. هم فاسدون، هم سارقون، هم سرقوا العراق، هم سرقوا الشعب العراقي، فالحل يقتضي محاربة الفاسدين ومحاكمتهم، وهم لا يملكون ولا يمكن أن يحاكموا أنفسهم. هذا أولا. ثانيا، هذه القوى السياسية هي تأخذ تعاليمها من إيران وأمريكا. أمريكا وإيران هما اللاعبان الرئيسان في العراق، والإسلام في العراق. أكو مشكلة بالصوت دكتور، أعتذر، ما عندك. على كل، أنا أشكرك، واضح واضح، وأكو مشكلة بالصوت. دكتور رافع الفلاحي، يعني على ذكر فشل القوى العملية السياسية في تقديم رؤية حقيقية أو مقاربة للخروج من الأزمات التي اعترت العراق من 2003 إلى اليوم، ومن هذه الأزمة الكبيرة أو الزلزال، هو أن هناك طبعا من يتحدث أن هناك مستويين أو نوعين من الدولة في العراق الجديد. الدولة التقليدية المعروفة، هناك حكومة، برلمان، شرطة، جيش وما إلى ذلك.
وهناك الدولة، دولة الميليشيات العميقة التي بيدها القرار، لها الكلمة الفصل، بيدها القوة طبعا، وارتباطها أيضا بقضية إيران. لذلك وهي التي تمارس هذا العناد. لو الأمر بقي على الدولة التقليدية، الدولة الظاهرة، لكانت الأمور هناك فيها نوع من المرونة. مثل يعني مثل هذا التحليل، هذا القول، هو توصيف موضوع للواقع أم هو تبرير وتبرئة لقوى السلطة التقليدية، جيش، شرطة، أمن؟ والقضية بين الميليشيات وبين هذه القوات الحقيقة. هناك من يقول أن هناك التكامل أدوار في عملية القمع والبطش ليس إلا. نعم. أولا أستاذ ماجد، يعني دعني فقط، نعم، يعني أنا لا أتفق مع تسمية الدولة دولة عميقة ودولة، نعم، لا دولة في العراق الحقيقة. هناك ربما مثل ما حضرتك تحدث فيه، تكو إطارين، إطار أمامي ظاهر بالوجه وإطار مخفي، لكن في الحقيقة أن الإطار الأمامي الظاهر على سطح هذا المركب الخرب هذا هو واجهة مدعومة من الإطار المخفي، وهو أجير عند هذه القوى المخفية التي يتحدثون عنها. يعني لا دولة عميقة في العراق، هي دولة مكشوفة، هي دولة ميليشيات أساساً. يعني هذه القوى لم تكن لتكون في سدة الحكم لولا موافقة الميليشيات، لولا دعم الميليشيات، وقالوها، قالها هادي العامري وقال المهندس وقال لولانا لم تجلس على الكرسي، وقالوها من أصغر، يقولونها من أصغر مدير عام إلى رئيس الوزراء، يعني وجها لوجه يقولون، يعني ومرات في يعني على شاشات الفضائيات يقولون هذا الشيء. يعني لولا وجودنا احنا ما كان انتم جلستوا على لولا موافقتنا لما استطعتم ان تجلسوا او تحكموا. وهذه هي الحقيقه فعلا، هم لا يكذبون في هذا الموضوع، لانه هذه القوى هي من حمت هذه الكراسي، من صنعت هذه الكراسي، من اجلست من هو جالس عليها. يعني لا يقول لي قوى الامن وقوى الاستخبارات هو مو موافق على ذولا، اذا كان مو موافق فيجب ان يرفضها وما يقبلها وما يشتغل اجير عند ذولا، عند هذه المجموعه المخفيه اللي يسموها يعني الدوله العميقه، وهي ليست دوله. يعني هذا الاطار العميق، هذا الغاطس من المركب اللي من بين انت، شلون كيف يعني تقنعني انت تعمل لديهم وانت غير موافق على لا عندك قناعه بما يفعلونه، ولا ليس لديك قناعه بانتماءاتهم، ليست لديك قناعه حتى بخططهم وارائهم، كيف تنفذ لهم الآراء وأنت لديك سلطة ولديك مركز معلوم وأنت الواجهة أمام الشعب وتتحدث يعني باسم الحكومة؟ نعم. هذا الموضوع لا يمكن قبوله في العراق، هذا يعني محاولة للعب، يعني مثل ما تحدثوا عن هناك طرف ثالث، من الطرف الثالث؟ أنتم كلكم طرف واحد، الحكومة والميليشيات وإيران طرف واحد معادي للشعب، يفكر بنفس الطريقة، كل الأحزاب، كل القوى، سنية، عربية، كردية، وكل هذه الأحزاب، كل قوى العملية السياسية، كل ميليشياتها، كل قواها تفكر بنفس الطريقة، ولديها قرار واحد هو أن تقمع الشعب. وهذه التظاهرات جاءت أحدثت هزة كبيرة، شرخ كبير، الآن زلزال تحت أقدامهم، وهم يريدون التخلص منه بأي طريقة. فبالتالي هؤلاء يستخدمون الميليشيات، يستخدمون قوى أمنية، يستخدمون، وهذا الملثم من عرفه، يعني هذا القناص من عرفه، هو واقف فوق وزارة الداخلية، كيف أنت ما تعرفه؟ واقف فوق دوائر الدولة، واقف على الجسر ويا القوى الأمنية، هذا جزء من القوى الأمنية، وأنتم تقولون إنه هذه الميليشيات جزء من القوى الأمنية. إذن ليس هناك يعني قوى أمنية تابعة للحكومة مغلوب على أمرها، ووزراء مغلوب على أمرهم، ورئيس وزراء مغلوب على أمره، وقوى مخفية هي التي لا، هناك توافق، هناك انسجام، هناك رؤى واحدة، هناك توجهات واحدة، هناك هدف واحد هو حماية هذه العملية السياسية، لأن فيها خراب العراق، ولأن إيران تريدها وأمريكا تريدها، وبالتالي الشعب يجب أن يخسر بهذه الطريقة. نعم. دكتور ثامر، الآن في العراق هل يمكن توصيف الوضع أنه في حالة انسداد أو استعصاء؟ الحكومة متعنتة، متمسكة بوضعها، قوى العملية السياسية جميعا معهم لحد الآن، أمريكا، إيران طبعا، المرجعية أيضا،
والثوار أيضا هناك ثبات وإصرار على الرغم من كلفة الدماء الباهظة التي قدموها، 600 شهيد ربما وأكثر، 15,000 جريح، آلاف المعتقلين، عمليات الاختطاف يعني قائمة على قدم وساق. يعني ألا يمكن أن تكون هذه الوثيقة التي وقعها شركاء العملية السياسية خارطة الطريق للتدارك، أو على ليست هذه الخريطة ربما أو الوثائق، ربما نشهد وثائق سياسية مماثلة أيضا في المرحلة القادمة للخروج من هذا الوضع الجامد سياسيا؟ أخي الكريم، الحكومة والأحزاب جميعها تريد ترتيب أوراقها من جديد بعد الصدمة والضربة الموجعة التي تلقوها من الشعب العراقي من خلال المظاهرات. إيران حاولت وتحاول إنهاء التظاهرات مع الحكومة وأحزاب السلطة الفاسدة بشتى الوسائل، استخدمت عدة وسائل لوئد هذه المتظاهرات لكنها لم تنجح. نعم. كل خطة تفشل ويفشلها المتظاهرون يذهبون إلى خطة جديدة ولن تفلح إن شاء الله، لأن الشعب العراقي الآن يعرف جميع وسائل الكذب والخداع الذي مورث بحقه منذ سنوات طويلة باستخدام الطائفية المقيتة وتأليب الشعب العراقي بعضه على بعض وخلق فتن بين الشعب العراقي ومكوناته كي يستمر أو تستمر هذه الشلة الفاسدة في حكم العراق وسرقة أمواله وثروات الشعب العراقي. هذا ما تقوم به الحكومة والأحزاب في ظل العملية السياسية الحالية. القوى الوطنية والمتظاهرون يعلمون هذه الألاعيب جيدا وهي مكشوفة عندهم، لذلك دائما ما يحذرون ودائما ما يواجهون هذه الخطط وهذه الوثائق الكاذبة التي هي فقط لكسب الوقت ويفشلونها. الآن واجب جميع القوى الوطنية أشكرك. نعم. هو أن تحذر أكثر من الخطط التي ممكن أن يسهو بعض المتظاهرين وينجرون وراءها ويكشفونها أمام العلن. الحكومة والميليشيات وإيران وحتى أمريكا يحاولون أن يلبسون الحكومة أثوابا جديدة، يحاولون أن يبدأوا بوثائق جديدة بمحاولات حلحلة الأمور فيما ينفع الحكومة والاستمرار في هذه السلطة والتدبير الفاسد. لذلك المتظاهرون بأنهم كانوا واعين جيدا ويفهمون هذا الوضع، كان شعار المتظاهرين فور ظهور هذه الوثيقة التي هي من 40 مطلب. هذا الشعب كان شعار دكتور اعتذر من عندك، لأنه كل عرف نعم. هذه الوثيقة بلا شرط. شكرا جزيلا، اعتذر من عندك، الوقت يعني يوشك على الانتهاء. شكرا للدكتور ثامر العلواني منسق القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين. دكتور رافع، هل تعتقد أن قوى السلطة وميليشياتها تخشى أو لديها خشية ما من الإقدام على ارتكاب مجزرة دموية ضد المتظاهرين على غرار مثلا ما فعلت إيران خلال 3 أيام، قتلت أكثر من 200 متظاهر؟ هل هناك خشية تخشى هذه قوى السلطة وممن تخشى من الإقدام على هذا يعني على هذه المجزرة الكبيرة؟ أولا يعني ربما يعني ليس على غرار إيران، إيران قتلت 200 متظاهر، هؤلاء قتلوا أكثر من 1000 متظاهر. نعم. يعني هم ينضرب المثل نعم. بهم نعم. حقيقة. ثانيا هم نعم يخشون الآن، ليس قبل 3 أسابيع أو البداية، ربما كانوا لا يخشون القيام بمجزرة، وكان هناك قوى داخل هم يعني داخل العملية السياسية هناك قوة متصارعة، قوة تريد إنهاء وإيران يعني الإجهاز على هذه التظاهرات، الإجهاز وحتى لو كان ارتكاب أي كلفة بأي كلفة من الدماء، وقوى أخرى جزء من عدها تريد إنهاءها بالقوى الناعمة، تنزل مظاهرات، مرجعية النجف تتدخل، ما أعرف منه، بطريقة أو بأخرى محاولة لإنهائها وتصفيتها فيما بعد. الوقت مضى، العالم بدأ يتنبه إلى هذه التظاهرات، العالم الآن يعني أينما أدرت وجهك ستجد خبرا عن العراق والتظاهرات في كل العالم. هؤلاء الذين تظاهروا، الشباب هذه الحلوة العراقية، نعم، سحبوا العراق إلى تحت الضوء. الآن لا يمكن إخفاء العراق ما يحصل الآن، حتى أمريكا في حرج كبير، وأمريكا لديها
مشكلة في مسألة الملف النووي مع إيران وتريد أن تستغل هذا الموضوع لصالحها، فلذلك تحذر من هذه الموضوع. وذاك حديث المرجعية، مرجعية النجف يوم أمس، أنه لا تسفكون أكثر من الدماء، ترى الحكم يروح لغيركم، هذا حديث سياسي فيه رسالة واضحة. أشكرك. أن العالم لن يقبل إذا ما ارتكبتوا مجزرة كبيرة، سيتحول الحكم، ستقادون كلكم إلى المحاكم، وستجري قضية أخرى بعيدة عن كل هذه الترتيبات اللي فعلناها ل 17 سنة. أشكرك. هذا هو الموضوع. فهم لا يستطيعون ارتكاب هذه، رغم حماقتهم، يعني رغم هذا القول ربما يرتكبون البعض منهم حمقى إلى درجة كبيرة ولديهم تعصب وغطرسة ربما يجرؤون على ذلك، لكن نتمنى من الله أنه يعني الدماء العراقية تبقى مصانة وتنتصر هذه الثورة. أشكرك دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا في هذه الحلقة من طاولة حوار مع الضيفين الآخرين، طبعا دكتور ثامر العلواني منسق القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا عبر سكايب. مع الأسف لم نستطع التواصل مع ضيفنا من بغداد دكتور مثنى عبد الله الكاتب والباحث السياسي، حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.